تقول: إذا أوصى الرجل قبل أن يموت بالدفن في مقبرة معينة، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ إذا تيسر هذا فلا بأس، إذا تيسر نقله إلى المكان الذي أوصى أن يدفن فيه فلا بأس، إذا ما تيسر فيدفن في المكان الذي مات فيه مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين والحمد لله.